أعلن المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم السادس من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية دون تقدم أي مرشح جديد. وأشار المستشار أحمد بن داري إلى أنه لم يتقدم مرشح جديد بأوراقه ليصبح العدد الإجمالي الذي تقدم حتى اليوم 3 طلبات ترشح. نظرا للتواصل الدائم مع حضراتكم نحب نتكلم النهارده اليوم السادس لم يتقدم احد بطلب ترشح لمنصب رئيس الجمهوريه، وبالتالي هو النهارده كده بقى فيه 3 طلبات فقط، ومع نهايه اليوم السادس ملتزمين بالموعد المحدد في الجدول الزمني اللي تم اعلانه يوم 25/9، وينتهي ان شاء الله العمل لجنه تلقي اوراق الترشح يوم 14/10 الساعة 2 مساء، وما زالت اللجنة مستمرة وتنهي عملها في اليوم السادس ولم يتقدم أحد من راغبي الترشح. شكرا، ونختار سيادتكم بأول بأول إن شاء الله. شكرا.